والصلاة والسلام على رسول الأمين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، ونبارك لكم مناسبتين أولاهما مولد الإمام الرضا علي بن موسى الرضا عليه السلام، والأخرى ولادة الشيخ المفيد رحمه الله. وكلا المناسبتين من الضروري أن نحييها أو أن نتوقف عندها. لا نريد أن نخصص هذه الجلسة للذكريين، ولكن لأن عندنا محاضرة إن شاء الله المحاضر يأتي قريبا، أما ولكن لا بأس من إلقاء شيء من الضوء على المناسبتين. الأولى ذكرى مولد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ولد في العام 148 من الهجرة في مثل هذه الأيام، وتعرفون في تلك الفترة كانت الدولة العباسية قد نشأت، والإمام الرضا ولد في عهد هارون الرشيد، وعاش خلال فترة المأمون. وطبعا حياة الإمام الرضا مليئة بكثير من النقاش التي خصوصا ما يسمى بالولاية، ولاية العهد، أن المأمون عرض عليه ولاية العهد، وأنه وهناك يعني اختلاف حول طبيعة هذه الدعوة وأسباب قبول الإمام لها، وما إذا كانت خطة لتصفيته يعني سياسيا، وما إذا كانت حقا من أجل أن ينال المأمون من ورائها شرعية، وأيضا ما إذا كان المأمون عندما أطلقها كان بدافع سياسي أم بدافع ديني، بمعنى أنه كان جادا يعني ونابعا في موقفه من حبه للإمام أو من التزامه الديني، أو أنها فقط لهدف سياسي. هذا نقاش طويل يعني، وإن كنا إن كان الرأي الشائع هو أن المأمون عرض عليه وأن الإمام رفض وأن المأمون كان بنية سيئة وأن كل ما فعله هو تظاهر، كان تظاهرا وليس نابعا عن إيمان حقيقي بإمامة الإمام عليه السلام. هناك رأي قوي أيضا، رأي مدروس، ويقول أن المأمون ليس بالضرورة أنه بالسوء الذي يذكر، وربما كان أيضا يعني من المتأثرين بالإمام الرضا، وأنه عنده له ولاء عند الإمام، لديه ولاء للإمام. هذا رأي وفيه نقاش، وفي هناك عندي بحث أحد الإخوة عمله حول هذه النظرية، بغض النظر عن آمنا بها أو لم نؤمن، ولكن هناك أيضا دلائل. مثلا يقال أنه لماذا إذا كان هو يكره الإمام ويكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان يكره الإمام لماذا زوجه ابنته أم الفضل، زوج الإمام الجواد ابن الإمام الرضا ابنته أم الفضل، فإذا كان وكيف الإمام الجواد يقبل أن يتزوج بنت شخص قتل أبوه يعني بهذا المعنى. وفي نقاشات أخرى ودلائل على أن المأمون يختلف عن من سبقه. أيا كان القول نحن لا يعني لسنا بصدد مناقشة هذه أي من النظريتين، لكن نقول أن النظرية الشائعة لدى الشيعة الإمامية أن المأمون لم يكن صادقا في دعوة عندما دعا الإمام الرضا لولاية العهد، وأيضا الإمام الرضا طرح شروطا أن لا يأمر ولا ينهى، وأنه أيضا قيل أن المأمون هو سمى الإمام الرضا. هناك رأي آخر يقول أن الذي سمى الإمام الرضا هو البيت العباسي، خش يعني خافوا شنو قاعد يسوي، لأن جايب لنا البيت العباسي قريب عندنا البيت العلوي إلينا، فهم تآمروا عليه وسموه بالطريقة التي نعرفها. هذا رأي كما ذكرنا. أيا كان الأمر الإمام الرضا عليه السلام له حق علينا، وعلينا أن نتذكره ونذكره في
ذكرى مولده، وأيضا نذكره في ذكرى استشهاده ووفاته في 17 على العام الأغلب. في البحرين نحن نحتفي بذكرى استشهاده في 17 من صفر، وإن قيل أنه ربما في بعد ذلك 28 صفر أو ما شابه. فالإمام الرضا كان مرويا له حديث السلسلة، وكان له شأن كبير في نيسابور، وهناك كثير من الكلام حول تلاميذه علي بن مهزيار وسواه. فالإمام الرضا كان علما من أعلام الفكر، وأيضا مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي الذي ورثه عنه طلابه، وانتقل إلى عن طريق ابنه الإمام الجواد إلى الفقهاء لاحقا بعد في الغيبة الكبرى. هذه ذكرى أردنا أن نحصل شيئا من الثواب باستذكار واستحضار ذكرى مولد الإمام الرضا عليه السلام، فنبارك لكم هذه المناسبة. وأيضا نريد أن أيضا نصل شيئا البسيط السريع على الشيخ المفيد الذي لا أعرف عنه الكثير، وطلعت شوية من الويكيبيديا. فأكيد سعد يعرف 100 مرة أكثر مني عن الشيخ المفيد. فأنا عندك شيء تذكر شيء عن حياة الشيخ المفيد؟ كل ما هنا لكن الشيخ عاصر مرحلة سياسية هي طبقت عليه هذا الوجود هذا. الشيخ المفيد هو أحسن رحمه الله عليه، أبو عبد الله محمد بن النعمان بن عبد السلام بن جابر، وبعدين يوصل كأنه إلى سعيد بن جبير في سلالته. أنا استغربت يعني، بعدين مكتوب إنه ابن سعيد بن جبير، أعتقد هو نفس سعيد بن جبير المعروف، أجل مشايخ الشيعة ورئيسهم وأستاذهم، وكل من تأخر عنه استفاد منه، وفضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية. عن فهرس شيخنا أبي جعفر الطوسي الذي كان من جملة تلاميذه الكبار محمد بن محمد النعمان الكلا، هو يقول يعني الشيخ الطوسي يقول وهو تلميذه، يقول أنه أن الشيخ المفيد هو محمد بن محمد النعمان يكنى أبا عبد الله المعروف بابن المعلم، من أجلة متكلم الإمامية، انتهت رياستهم في وقته إليه في العلم، يعني كان هو زعيم الشيعة، وكان مقدما في صناعة الكلام، وكان فقيها متقدما في حسن الخاطر، وكان يوم وفاته يوما لم يرى أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه وكثرة البكاء من المخالف له ومن المؤلف. اللي روى عنه الشيخ الطوسي وابن العباس النجاشي وسلال بن عبد العزيز الديلمي والسيدان المرتضى والرضي والشيخ ابو الفتح الكراجكي الاتي ذكره. فهذا وله قدس سره مناظرات لطيفه، يمكن نقرا مناظره واحده او يمكن ما في داعي لان ما لم تفي بالموضوع. يسال يعني سئل عن الامام علي وعن طلحه والزبير، وعنده جواب يعني افحم به الطرف الاخر. الشيخ المفيد كان علما من الاعلام، ومع الاسف الشديد نحن لا نتوقف كثيرا عند هؤلاء الاعلام، قليلا هناك قليل من الدراسات حول مواقفهم، ليس فقط الفقهيه وانما ايضا في اطارها السياسي والتاريخي انذاك، يعني لا نعرف الكثير عن انا لا اعرف الكثير عن الشيخ المفيد، خصوصا في الضف التاريخي الذي عاش فيه، وايضا الفقهاء الاخرون. المهم اردنا ان نستحضر هذا العلم الجليل في مناسبه ذكرى مولده في العام 336 من الهجره، وقيل 338 من الهجره. نشكر الاخ سعد على ما ادى به حول الشيخ المفيد، ونشكركم على حسن اصغائكم. واما الان فنحن على موعد مع محاضره اعتقد انها ستكون متميزه، لانها تتعلق بالواقع الذي نعيش فيه، وتتطرق الى قضيه جوهريه نعيشها الان، وهو غياب هذه النخبه
يعني وكأن العالم العربي لم يعد فيه نخبة مثقفة، عالمة، علماء، لأن الجهال أصبحوا هم الذين يسيطرون على الساحة ويوجهون الرأي العام. وين راحوا يعني؟ وين المفكرين؟ وين الكتاب في مصر، في المغرب، في لبنان، في العراق؟ وين الكتاب وأصحاب العقل الذين يوجهون الرأي العام؟ نحن الآن نرى أن الدين والأمة استلب من قبل هذه المجموعات التي هي في أغلبها تنتمي للطبقة الجاهلة وليس للطبقة العالمة. أين هي النخبة؟ أين هم العلماء؟ ما هي الأزمة التي نعيشها الآن؟ ونحن نرى حمامات الدم تسيل في كثير من المناطق. أزمة الهوية، أزمة الثقافة، أزمة الانتماء، أزمة النخبة وأزمة الفكر. لماذا هي معششة في أفكارنا، في أوضاعنا؟ حتى كأنها تبخرت، يعني فجأة من صار البغدادي وغيره في الساحة كأن ما فيها أمة أحد، ما أشوف اللي غاب، لا في علماء، لا في أزهر، لا في فقهاء، لا في، فقط ما يصدر من السعودية هو الذي يجد ينفذ على الأرض، يعني تصدر فتوى من السعودية ويقتل المئات والآلاف. وين راحوا الناس؟ أين ذهب يعني الأزمة الطائفية؟ وين راحت الأمة؟ وين راحوا الناس اللي ألفوا كتب وكتبوا في التفسير وكتبوا في الحديث وكتبوا في الثقافة؟ في ساعة الصفر غير موجودين. إذا من يوجه العقول ومن يوجه شباب الأمة خصوصا للخروج من هذا المنزق الذي نعيشه؟ الأخ الكريم أبو كفاية، حميد الكفاية، وصلحني صراحة، قال أنت تسمي التسمية القديمة والآن أنا مو اسمي هذا أبو كفاية. فالمهم استقبل الأستاذ حميد الكفاية اللي هو إعلامي معروف، كان يعمل في البي بي سي سابقا وكاتب وله أفكار، أعتقد أنه من خير من يتحدث عن هذا الموضوع، موضوع غياب النخبة في والأزمة الحالية التي تعيشها أمتنا. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. شكرا لك على الدعوة، وأتمنى أن يكون حديثي مفيدا في هذا المجال الذي هو شائك وصعب ومعقد وفيه العديد من الآراء، ولا أزعم أن ما أقوله يقدم حلولا، ولكن هو الرأي من بين آراء أخرى كثيرة. لا يعني أنا أرى أنه إحنا يعني كأمة ما أعتقد إحنا أنصتنا يوما إلى المثقفين والمتعلمين حتى في تاريخنا القديم. يعني الحاكم مهيمن وهو يقرر ما يجب أن نؤمن به وما يجب أن نفعله، المثقفون المتعلمون أما أن يصمت أو يقتل أو يسجن أو ينفى، وهذا على مر التاريخ. طبعا هناك فترات في تاريخنا برز عندنا مثقفون ومفكرون وأبدوا أفكارهم، ولكن هذه فترات قصيرة تكون فيها حرية، تتاح حرية للبعض. هذه على مر التاريخ هناك فترات يضع فيها الحاكم، هناك فترات فيها مجال للحرية، ربما الحاكم يشعر بقوة فيبرز مفكرون لديهم آراء، ولكن الاضطهاد والاستبداد هو السمة الغالبة في تاريخنا، ونحن مستمرون على هذا النهج للأسف الشديد. والآن أصبح يعني حالنا أسوأ بكثير مما كان عليه سابقا. في السابق كنا نخشى الحاكم فقط،
أنت تخشى أن تقول شيئاً أو تعمل شيئاً أو تكتب شيئاً لا يرضي الحاكم. هذا الذي كنا نخشى. الآن لا، أنت تخشى الجميع، تخشى الناس، تخشى الحاكم، تخشى المجاميع التي لا تعرف من هي. هناك الكثيرين قتلوا لأنهم عبروا عن آراء اعتقد البعض أنها غير صحيحة وأنها مخالفة للدين أو أنها مخالفة لكذا. ولذلك لدينا مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة برزت يعني خلال 20-30 سنة الماضية. يعني أنا لا أريد أن أدخل في التاريخ، هذه ليست محاضرة في التاريخ وليست محاضرة في الدين، وإنما توصيف لما أرى أنا لوضعنا. ونحن نعاني من مشاكل عديدة، ويعني هذه المشاكل مترابطة مع بعضها. يعني المشكلة الأولى هي الاستبداد. الاستبداد ليس فقط عند الحاكم، ولكن كلنا مستبدون في كل اتجاه، وكل منا يمارس الاستبداد حتى في المساحات الصغيرة المتوفرة له، لأنه أي منا لديه يعني مساحة لأن يؤثر. وفي هذه المساحات الصغيرة والكبيرة نحن للأسف كأمة، أنا لا نتحدث عن الجميع بالتأكيد، لدينا متسامحون ولدينا ناس يخشون الله ويريدون الخير للآخر، ولكن بشكل عام الثقافة السائدة في مجتمعاتنا هي ثقافة الاستبداد. نحن لا نريد أن نسمع إلا نحن مسددون بآرائنا. في السابق كان يعني أنا من ملاحظاتي والآخرين الذين هم يكبرونني سنا ربما عندما ينظرون إلى الوراء يرون أنه الناس سابقا كانت تقيم الثقافة وتقيم العلم وتستمع إلى المثقف. الآن غابت هذه الظاهرة، الآن الكل يعتبر نفسه عالم ومثقف ومتعلم ويعرف كل شيء. وطبعا هناك أسباب لهذه الظاهرة، لماذا أصبح الجميع علماء وهم ليسوا كذلك؟ طبعا هاي لها أسبابها، وأسبابها طبعا تتعلق أيضا بالعصر وتوفر وسائل ادعاء المعرفة. أنت تستطيع أن تدعي المعرفة مجرد أنه يعني تطلع على مقال هنا أو تقرير هناك. الشيء الآخر هو الجهل السائد في المجتمعات العربية تحديدا والمجتمعات الإسلامية، الجهل بكل شيء، من الجهل بالقراءة والكتابة. يعني في بعض البلدان مثلا مصر أكثر من 50% أمية. أنا ما كنت أتصور في العراق أنه إحنا عندنا أمية بالعراق، بعدين تشوف الناس يعني بعمره 15-20 ما يقرأ شيء، مدهش. واتضح أنه هناك نسبة كبيرة ربما تصل إلى 15-20% من المجتمع العراقي أمي، بين الكبار وبين هسه الكبار ما يخالف لأنه ربما لم تتح لهم الفرص، ولكن أن تكون هناك أمية بين الشباب هذه مشكلة كبيرة. المشكلة طبعا هذه قضايا نظرية أنا راح أتجاوزها يعني أتجاوزها، ولكن يعني المشكلة الأكبر وكل هذه المشاكل متعلقة مع بعض. يعني التعصب مثلا عند ما قلنا الاستبداد والجهل والتعصب، فكثير منا متعصبون لما نؤمن به سواء ولا نحاكي ما نؤمن به. نعتقد انه ما زال انه انا اعرف هذا الشيء، المعلومه الاولى التي تصلني هي صحيحه وانا متعصب لها. والتعصب يدفع الناس حتى الى القتل، وليس فقط الاخ وانما القتل ايضا. المشكلة الأخرى هي كثرة، وهذا وأنا الآن راح أدخل في مجال حساس. زين، إحنا يجب أن نعرف الحقائق. الآن إحنا صار عندنا مقدسات كثيرة، كثرة المقدسات، كل شيء مقدس. آباءنا مقدسين، أجدادنا مقدسين، أماكنهم مقدسين، كل شيء مقدس. يعني هاي مشكلة كبيرة، أنت ما تقدر تحارب بعد. حرية ما عندك، كل شيء مقدس.
المقدسات معروفة، يعني نحن نتحدث عن العقائد والكتب السماوية والأنبياء، أما أنه أن يكون هناك كل شيء مقدس فهذه مشكلة كبيرة، وهذه قمة المشاكل، وهذه تقود الناس إلى أن تلجأ إلى العنف. الآن أنت تمس واحد شخص اللي هو يعني شخص مثلك، ربما أنت تعرف أكثر منه، بس تقول هذا غلطان، أنت يعني دخلت في حقل الغرام، يعني أنت ممكن تقتل. وأنا أتكلم عن بلدان ليس فقط العراق، في بلدان أخرى، أنا عشت في بلدان عربية أخرى أيضا، ليس العراق، عشت في السودان، عشت بالخليج، وعشت في لبنان، بالإضافة إلى بريطانيا وأمريكا. فكثرة المقدسات هذه مشكلة، ويعني أنا متأكد أنه بعضكم يختلفون معي بالرأي، أنا أعتقد أنه أيضا دخول الدين في السياسة مشكلة كبيرة، لأنه كثرة علينا الآن صار سياسي مقدس، هو عند حزب سياسي هو مقدس لأنه يرتد الزي الديني، أنت لا تستطيع أن تنتقده، يا أخي إذا أنت رجل دين على رأسي، ولكن أنت سياسي أيضا. يعني أنا شلون، أنا دخلت مرة في مناظرة تلفزيونية مع شخص رجل دين ولكن مثل حزب سياسي، فمن تنتقده ينزعج، شنو هذا وليش هذا تجاوز؟ يا أخي هذا تجاوز، أنت تمثل جهة سياسية، أنت يعني أقوالك لا أقوالك ولا شخصك ولا كذا لست مقدسا. فإحنا الآن من وصلنا إلى عصر العنف، وأنت لا تستطيع أن تقول شيئا لأن هناك تعصب، هناك جهل، هناك استبداد، وهناك مقدسات كثيرة. فالمثقف كيف يمكن للمثقف أن يتحدث في مثل هذه الأجواء؟ ورأينا كم من المثقفين غيبوا، أما اختطفوا أو قتلوا أو يعني جرحوا واختفوا من الساحة. هذه الآن أصبحت المثقفون بالمناسبة ليسوا أبطالا ولا هم يبحثون عن الشهادة، يعني هم يريدون الحياة، يريدون يعني الذي يبحث عن الشهادة هذا شيء آخر، شيء جميل اللي يريد يستشهد في سبيل شيء يؤمن به، وخصوصا إذا كان الشيء فعلا حقيقي يعني. لا أنا أتكلم عن الناس بشكل عام، يعني أنا لا أريد الشهادة، لا أبحث عنها، يعني أكون صريح بها. الشهادة الأكاديمية. إيه الشهادة الأكاديمية شيء جميل. إيه فلهذا السبب أنت الآن عندك أنت تخشى أن تتحدث، تخشى أن تكتب، تخشى من تبعات ليس فقط من يعني الأشخاص الذين تنتقدهم، هؤلاء ربما لا يرضون، أنت لو انتقدت شخصا ربما رجل دين ويعمل في السياسة، لو انتقدته ربما هو لا يقبل أن تمس أنت بأذى، ولكن أتباع هؤلاء من الجهل ومن المتعصبين والمستبدين هؤلاء لا يرحمون أحدا، وهذه مشكلة كبيرة. المشكلة الأخرى التي تحدث عنها الدكتور سعيد الشهابي وهي أنه لا نسمع أصوات المثقفين. أيضا المثقفون أين تجد أصواتهم؟ هناك وسائل إعلام معروفة من يسيطر عليها، فأين يتحدث المثقف؟ وسائل الإعلام كلها تابعة لجهات لا تريد للثقافة أن تنتشر، لا تريد للعلم أن ينتشر، لا تريد للأمة أن تصحو. ينفع ويخدم أجندات هذه الجهات أن يبقى الجهل ويسود ويستمر. لذلك المثقف أين يضع صوته؟ يعني أما يكتب في صحف، وأما يكتب في كتب ودور نشر تنشرها إليه، وأما يطلع بالفضائيات يتكلم، وإلى أين يتحدث المثقف أو المفكر؟ فهناك حصار. على أنا أتكلم عن المثقف الحر، لا أتكلم عن المطبلين، هناك كثيرون من أدعياء الثقافة يقبلون لهذا وذاك، وهناك من يصمتون يتحدثون في
أشياء محددة، مواضيع محددة التي هي خارج المقدسات، مقدسات الحكام. أما أن تتحدث بالحقائق فمن الصعب أن تجد مؤسسة تنشر ما تقوله، أو أن تجد مؤسسة تسمح لك بأن تتحدث. هناك أنا أعرف أشخاص مفكرين ولديهم كتب وغير مجهول، لأنه الناشرون يبحثون عما يربح أولا، ولا يدخلون في القضايا التي غير المربحة وغير المفيدة لهم، ربما يعني لا تدخل منشوراتهم إلى بعض البلدان إن نشروا لهذا أو ذاك. وكذلك يأخذون أموالا طائلة، يعني المثقف لديه فكر يريد أن ينشره، فيعني هل من المعقول أنه فوق الفكرة فوق جهده أنه يروح يدفع فلوس حتى ينشر أفكاره؟ فهناك قيود كثيرة على المثقف وعلى المفكر، وهذه القيود تنبع من المجتمع وتنبع من الإسلام السياسي الذي دخل وأكثر من المقدسات، أصبحت لدينا مقدسات كثيرة لم تكن موجودة، وكذلك من الجهل الواسع الذي الآن يعني عندما تزور الجامعات أو تطلع على المواد وعلى مواقع الجامعات العربية في الإنترنت لديها مواقع، أو تلتقي بالطلاب خريجي هذه الجامعات، تجد أن المستوى يعني مبكي، مستوى التعليم. يعني أنا أتذكر أنه إحنا كنا في الثانوية كنا نكتب ونقرأ أمهات الكتب ونناقش، الآن تجد خريجين وتجد أساتذة الجامعات لا يعرفون إلا القليل، وهذه مأساة. والجامعات ليست هناك جامعة عربية واحدة ضمن 700 جامعة الأولى في العالم، لا توجد، يعني حسب الإحصائية الأخيرة، أنا لا أعرف الأخيرة اللي قبل هاي السنة ما أدري عن الماضي، 700 هناك مقياس للجامعات في العالم ربما أبو حسان يعرف به، كان 500 الآن سووا 700 حتى يضيفون يعني جامعة أخرى، ما عندنا جامعات. زين المدارس بعد حالها أسوأ بكثير من الجامعات، تدهور هائل. طبعا لها أسبابها، أسباب مالية أنه من الصعب الإنفاق على الجامعات والمدارس، ولكن هناك أيضا أسباب أخرى، أسباب مثلا كثرة السكان وعدم وجود موارد اقتصادية تخدم هؤلاء السكان، هذا العدد المتزايد من السكان العرب والمسلمين. يعني سكان البلدان العربية الآن كم عدد السكان؟ أكثر من 300 مليون، بينما قبل 20-30 سنة كان 100 مليون أو أقل. سكان مصر وحدها تجاوز 100 مليون، سكان إيران 80 مليون، يعني قبل 30 سنة إيران كان 30 مليون. العراق كان 10 ملايين قبل 30 سنة أو 35 سنة، الآن 36 مليون. هناك تزايد هائل في عدد السكان ولا يقابله ازدياد في الإنفاق على الثقافة وعلى التعليم وعلى تربية هؤلاء الأطفال، وعلى يعني خلق الأجواء الملائمة والمناسبة لهم كي يكونوا بنات دول وكي يكونوا فاعلين في المجتمع. فنحن لدينا مشاكل كثيرة بنيوية وثقافية واجتماعية، ونحتاج أعتقد خصوصا هذه الجماعات الإرهابية الآن التي تعتقد أن الدين هو أن تقتل الآخر، أن تغيب من يختلف معك بالرأي، وأن الله يريد منك أن تقتل عباده. يعني هذا فكر أيضا فكر ودين جديد، وأنا أعتقد أن هذا، وأنا كتبت في هذا الموضوع أنه هذا من واجب كل دول العالم أن تحارب، إن كان هذا دين فهذا يعني هذه مصيبة وقعت على رؤوس الناس. وأين كان هذا الدين؟ الناس عاشوا، اليهود والمسيحيين واللادينيين عاشوا حتى في التاريخ
القديم الذي وصفناه بأنه مليء بالاستبدال والاضطهاد، ولكن مع ذلك عاش الناس من مختلف الأجناس من مختلف الأديان عاشوا معا. الآن لا يستطيع الإنسان أن يعيش وسط مجموعة من طائفته ومن دينه، لا يستطيع إن كان لديه فكر مختلف، إن كان لديه رأي مختلف، إن كان لديه توجه سياسي مختلف، إن كان يوجه نقدا لشخص معين. بعض الأشخاص، أنا أتحدث مثلا عن العراق خلال 13 سنة الماضية، لا تستطيع أن تنتقد بعض الأشخاص وهم سياسيون، سياسيون لديهم أحزاب ولديهم، لا تستطيع أن تنتقدهم لأنهم ضمن المقدس، يدخلون ضمن المقدس. فما يعني مهما يفعل هذا الشخص أو مهما يفعل حزب هذا الشخص، أنت لا تستطيع أن تنتقده. فهذه مشكلة، وهذه من أسباب اختفاء المثقفين، اختفاء المفكرين، اختفاء الآراء الناقدة. قد يقول القائل أنه يعني الاضطهاد فقط ربما للمعارضين السياسيين عبر التاريخ، يعني هناك حرية وهناك حرية الآن، ولكن أنت إذا تتجنب السياسة فأنت ما عليك شيء. هذا مو صحيح. أولا لأنه المعارض هو بالتأكيد مفكر، هو مثقف. لماذا أصبح معارضا؟ لأن لديه أفكار ناقدة، أفكار أخرى تختلف عن السائد، لديه رأي. لذلك فإن اضطهاد المعارضين هو المعارضين هو بالضبط اضطهاد المثقفين، اضطهاد للمفكرين، اضطهاد للمعرفة. المعارض يريد أن يعرض رأيا ويعرض فكرا وتوجها مختلفا عن السائد. لذلك حتى اضطهاد وملاحقة المعارضين هي ضمن هذه السياسة، سياسة الاضطهاد وتغييب الآخر. أحيانا يعني أنا سابقا كنت أتصور أنه من كنا معارضين للنظام صدام حسين، كنت أتصور أنه الشرور كلها بسبب هذا الرجال. هو الشر كله إذا راح بعد ما خلص إحنا نحل كل مشاكلنا. يبدو أنه لا، يعني هو جزء من هذا المجتمع وجزء من هذه الثقافة. صحيح هو ذهب بعيدا في الاستبدال والقتل والتدمير يعني ذهب يعني بعيدا في هذا المجال، ولكن أنا عندما درست تجارب دول أخرى مثلا رومانيا، شفت أن هذا تشافتشيسكو يعني أسوأ مصدر. يعني طبعا لا نستطيع أن نتحدث هنا كسيدات موجودة، يعني طرق الاستبدال والإذلال التي تبعت في بلدان أخرى أيضا مشابهة. فنحن كمجتمع نحتاج لأن ننقد وأن لا نخشى. صحيح أنه قد يفقد المرء، يفقد حريته، يفقد امتيازاته، يفقد ربما حياته، وفي كثير من البلدان يفقد حياته الواحد إذا أتكلم، ولكن لا سبيل للنهوض سوى أن نتحدث، أن ننتقد، أن نطرح الآراء الأخرى، نطرحها، لأنه بمرور الزمن راح يكون هناك من يستمع، راح يكون هناك من يرى أن وجهة النظر هذه مفيدة ونافعة، ويستفيد منها حتى معارضوها الحاليون يستفيدون من هذه الأفكار. أنا تركت المكتوب دكتور، هذا ما أدري شو بعد خليه، يعني أعتقد هو إجمالا هو هذه غياب، سبب الغياب هو هذا الاضطهاد السائد، الاضطهاد المجتمعي، الاضطهاد الديني، الاضطهاد السياسي، وكذلك شيوع الجهل الذي لا يمكن الناس من التمييز بين المثقف الحقيقي وبين مدعي الثقافة، ووسائل الاتصال ووسائل التواصل الحديثة أيضا بالرغم من أنها كان يجب أن تكون مفيدة لنا في نشر العلم ونشر الثقافة ونشر
العلوم جميعا، لكن للأسف أيضا حتى هذه أخذت تستخدم في مجالات مسيئة وفي التزوير والدجل والكذب والتلفيق ضد الآخرين. أنت انظر إلى الفيسبوك وانظر إلى تويتر وتشوف المصائب، يعني لا يستحي بعضهم لا يستحي أن يكتب أشياء تلفيق وكذب ودجل. فهذه أيضا أصبحت بدلا من أن نستخدم هذه الوسائل في تنمية عقولنا وتنمية ثقافاتنا، أخذت هذه الوسائل تستخدم من قبل الدجالين ومن قبل المشعوذين ويعني من قبل المستبدين، تستخدم للتضليل. وللأسف أنا أشعر بالأسى على الناس الذين يصدقون بكل ما يمر لديهم، كل ما يمر ويرون في الفيسبوك وفي تويتر وفي إنستغرام. وهذه يعني أنت عندما تابعها يعني أنا عندي أصدقاء من بلدان أخرى، لا تجد ما الأشياء التي نعاني منها نحن، لا تجد أكاذيب وتلفيقات، ما موجود. إحنا معظم ما يكتب في هذه الوسائل هو تلفيق وادعاءات وكذب، حتى الصور أخذت تركب. لذلك المثقف والمفكر الذي يحترم نفسه يقول لك أنا شنو بلغ هاي؟ شنو أنا أروح؟ حتى بعضهم تركوا الفيسبوك، كان عندهم زيارات تركوا الفيسبوك وتركوا التويتر، قال إحنا ما أنا ما مستعد أكون يعني هدف للتلفيق والكذب والى اخره، احسن لي انا اسكت الان الى ان ياتي الوقت المناسب للحديث. لذلك نحن لدينا مشكله، والمثقفون وانا لا امثلهم يعانون معاناه شديده من هذا الاضطهاد المركب، الاضطهاد السياسي، الاضطهاد الديني. انا اقول الديني، لا اقصد الدين الحقيقي ولا اقصد الدين الذي يدعو للتسامح ويدعو إلى الخير، وإنما أقصد هذه المجاميع المتطرفة الإرهابية التي تضغط على الناس وتلاحق الناس في كل اتجاه، ويعانون من هذا الاضطهاد، الاضطهاد السياسي، الاضطهاد الديني، الاضطهاد المجتمعي، ويعانون من الحصار الثقافي والحصار حتى في مجال العمل. أنت أين تعمل؟ أنت كمثقف ماذا تعمل؟ تعمل أما بالصحافة أو تعمل في التدريس أو تعمل أين تعمل؟ يعني المثقف لا يعيش على الهواء، يحتاج إلى عمل. لذلك فهم أسرى من ناحية العمل ومن ناحية النشر ومن ناحية المجتمع الذي يضايقهم، وكذلك الحكومات ومعظم حكومات العالم العربي حكومات للأسف غير ديمقراطية. درجة الاضطهاد والاستبداد تتفاوت من بلد إلى آخر، ولكن هذا أيضا مجال لبحث آخر عن سبب غياب الديمقراطية وغياب التسامح. التسامح هو المطلوب الآن وليس الديمقراطية. الديمقراطية شيء جميل، ولكن لا فائدة من الديمقراطية إن كان التسامح غائبا. نحن نحتاج إلى التسامح كي نستطيع أن نعيش معا، وبعد ذلك إن تمكننا من تحقيق التسامح عندئذ سوف نتمكن من أن نختار ونوجد النظام السياسي الذي يلائمنا. أما أن نبقى متشنجين، نبقى نكره بعضنا البعض لأسباب كثيرة، نبتدع، أصبحنا نبتدع الأسباب لأن نكره بعضنا البعض، هذا سني، هذا شيعي، هذا كذا، هذا متدين، هذا تدين خفيف، ذاك غير متدين، هذا علماني. نحن للأسف لدينا مشاكل كثيرة، ولكن أعتقد أن الحل يكمن في التسامح الغائب، والتسامح هو المطلوب حاليا. الديمقراطية بدون تسامح لا تنفع، لأنه لا يستطيع الناس أن يعيشوا معا، وربما تطلق الديمقراطية أحيانا مثلما رأينا في العراق تطلق الكثير من المشاكل التي كانت نائمة وكانت مسيطرة عليها. فأنا أكتفي بهذا القدر، وأنا
متأكد أن هناك العديد من الأسئلة والاستفسارات. وشكرا جزيلا مرة أخرى لاستماعكم ولمركز الأبرار الدكتور سعيد الشهابي الصديق القديم ورئيس التحرير رئيس تحرير مجلة العالم التي كتبت فيها لسنين التسعينيات. شكرا لكم.